كنت جمولنا في الخير الهوى نمول في المحبة لطيري أفد أمغر السيد جمع أطور رئيس تربوت. بسم الله الرحمن الرحيم. مدني يحيى فاعل جمعاوي أمازيغي ومقيم بمدينة طنجة منذ نعم الأظافر وأبا عن جد كنشتغلوا في هذا الشيء العمل الجمعوي بغض النظر على العمل ديالنا اللي هو داؤوب. وهذه السنة عندها قيمة مضافة هذا الاحتفال ديال السنة الأمازيغية لأن سيدنا علمها يوم عطلة وكذلك مؤدى عنها وهذا الشيء هذا كيشرف على أن مدينة طنجة حتى هي تقوم على غير المدن الأخرى رغم أننا كنا دائما كنقوموا بهذا الأنشطة بحال هكا ولكن هذه السنة فحال قلت لك عطينا واحد القيمة أكثر من ذلك لأن مادام سيدنا عطاها قيمة مضافة لأن على غير السنوات الأخرى هجرية وميلادية بمعنى أنها خصها تكون في واحد الرونق اللي هو بعده وكذلك هنا كاين منتجات أمازيغية اللي تعرضت وكاين أكلة أمازيغية اللي فيها بزاف الأشياء وحتى البرنامج ديال الحفل فيه متنوع. شكرا. إتباعي اسمها أزول فلون. تحتفل جمعية تمون للتراث والثقافة الأمازيغية هنا بمدينة طنجة بهذا بالسنة الأمازيغية ألا وهي سنة 1974 من التقويم الأمازيغي ولهذه السنة دلالات عديدة منها ارتباط الأمازيغ بالأرض وبموطنهم. نحن في الجمعية نحتفل بهذا العام يعني احتفالا ليس كباقي الاحتفالات في السنوات الماضية لأن هذا الاحتفال في هذا العام أصبح رسميا أصبح يعني لدى جميع المغاربة يعني يحتفل به سواء الناطقين بالعربية أو الناطقين بالأمازيغية يعني بالنسبة لنا هذا الإقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا مؤدى عنه له دلالة عميقة ألا وهي أن هذا الحدث يخلق اللحمة واللحمة بين جميع مكونات الشعب المغربي سواء كما قلت الناطقين باللغة العربية أو الناطقين بالأمازيغية. نحن في جمعية تمون للثقافة والتراث نتمن هذا القرار عاليا ونحتفل به احتفالا رسميا. بالنسبة لنا في جمعية تمون للتراث والثقافة الأمازيغية كما قلت نعتبر هذا القرار قرارا حكيما ويأتي هذا القرار تتويجا لعمل الحركة الأمازيغية وكذلك تتويجا لمجموعة من القرارات التي اتخذتها الدولة المغربية ابتداء بخطاب أجدير لسنة 2001 وكذلك إقرار سنة الأمازيغية لسنة 2011 ثم الاعتراف الرسمي وإقرار السنة الأمازيغية كعطلة رسمية مؤدعا في سنة 2020. كل هذه المحطات التاريخية في قضية الأمازيغية تلعب دورا مهما في إرساء السلم الاجتماعي في المغرب لأن كما تعلمون قبل هذه المحطات هناك نظرة دنيا إلى اللغة الأمازيغية وهذا القرار أتى ليمحي ويزيل هذه النظرة الدنيا للغة والثقافة الأمازيغية. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.